اليوم السابع تمت بتصريحات وزير الصحة دكتور أحمد عماد الدين اللي أكد فيها أن مستشفيات الدولة عمود تطبيق نظام التأمين الصحي. طبعا في منادى في الفترة الأخيرة بضرورة تطبيق التأمين الصحي الشامل في الفترة القليلة القادمة. وزير الصحة بيؤكد كده وقال أنه لن يتم التفريط فيها اللي هي المستشفيات، ولن يتم تطبيق المنظومة في أي مكان في الجمهورية إلا على أكتاف مستشفيات الصحة، وده بينفي طبعا ما كان يتردد بأنه سيتم الاستغناء عن مستشفيات الصحة.